السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. أعرب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا سيدي محمد والمحم، أعرب عن تضامن موريتانيا مع الفلسطينيين شعبا وحكومة. وأكد والمحم خلال ندوة نظمها الحزب في العاصمة نواكشوط حول القضية الفلسطينية، أكد على محورية فلسطين في اهتمامات الحكومة والشعب الموريتانيين. قال السفير الفلسطيني بموريتانيا دياب نمر محمد اللوح إن لفلسطين تجارب مع القمم العربية، وإنها تريد من قمة نواكشوط أفعالا لا أقوالا، وأن تخرج بقرارات تاريخية وخطوات عملية لحماية القدس. وأضاف دياب نمر محمد خلال ندوة بنواكشوط حول القضية الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع مؤامرة واحتلال عسكري استيطاني. انعقد يوم أمس في العاصمة نواكشوط اجتماع لكبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعات الدول العربية. وقال الأمين العام المساعد لجامعات الدول العربية أحمد بن حلي إن الاجتماع يبحث المواضيع الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على جدول أعمال القمة، مضيفا أن مواضيع النقاش تحظى بأهمية قصوى في أجندة العمل العربي المشترك. أوصت لجنة المراجعة الدورية لملفات سجناء غوانتانامو بإطلاق سراح المعتقل الموريتاني الوحيد بسجن غوانتانامو محمد ورسلاحي، وذلك بعد أسابيع من عقد جلسة للاستماع له. وقالت اللجنة إن ورسلاحي لا يشكل أي خطر على أمن الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك فإن اعتقاله لا يعتبر أمرا ضروريا، مطالبة بإطلاق سراحه وتسليمه لموريتانيا. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثالثة موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله.